بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز عظيم كنوز السنة لا هو أكثر الناس، روى الحاكم المستدرك بسند صحيح وقال على شرط الشيخين، والإمام الطبراني في المعجم، والإمام المنذري بسند نظيف، والإمام الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن عباس، جاء سيدنا علي بن أبي طالب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، يتفلت هذا القرآن من صدري فأقرأ منه الأربع آيات فلا أقدر عليهن. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات ينفعك بهن الله وتنفع من علمتهن بهن؟ فقال علي: نعم يا نعم يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال له: إذا كانت ليلة الجمعة فصلي 4 ركعات، إن استطعت في أن تصلي في آخر الليل فافعل، إن لم تستطع أن تغلب في آخر الليل فصلي ب4 ركعات، فإنها ليلة مشهودة، وهي الليلة التي أخر فيها يعقوب عليه السلام دعاءه لأولاده، فقال لهم: سوف أستغفر لكم ربي. فإن لم تستطع ففي وسط الليلة، فإن لم تستطع ففي أول الليلة، أفعل ذلك 3 أو 5 أو 7. فاقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وياسين، واقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وألف لام ميم الدخان، واقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة وألف لام ميم تنزيل السجدة، واقرأ في الركعة الرابعة تبارك المفصل. ثم إذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه واستغفر للمؤمنين وصلي على النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم قل الدعاء. طبعا الدعاء طويل هكتبه لكم في الوصف. فعبد الله بن عباس بيقول ايه؟ فما لبث ان لبث 5 أو 7، ثم جاء علي بن ابي طالب قال له: رسول الله، اني الان احفظ الأربعين ايه اقراهن فكاني اقرا كأن فكانما كتاب الله بين عيني، وكنت اسمع وكنت فيما خلا اقرا الـ4 آيات فانساهن، وكنت فيما خلا اسمع منك الحديث فيتفلت مني، وانا الان اسمع منك الحديث فلا اخرم منه كلمه واحده. فابتسم الرسول صلى الله عليه وسلم وسر سرورا شديدا، وقال: علم ابو الحسن مؤمن ورب الكعبه ابا الحسن مؤمن ورب الكعبه ابا الحسن مؤمن ورب الكعبه ابا الحسن. الحديث ده يعني سيدنا علي بن ابي طالب تحول من النقيض الى النقيض، كانش بيعرف يحفظ 4 آيات، بقى بيحفظ 40 آية، كان المصحف محفوظ قدامه، مفتوح قدامه، يسمع الحديث مره واحده من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج منه كلمه واحده. وانا جربته طبعا، احنا مش زي سيدنا علي بن ابي طالب، لكن يعني له مفعول قوي جدا. بعدين الصلاه دي لها، حتى لو لم يتيسر لك حفظ القران، قول وانت ساجد: اللهم ان لم تؤسر لي حفظ القران فاجعلني مع الحافظه بصدق نيتي بهذه الصلاه. يبقى انت بتثبت ربنا سبحانه وتعالى بالدليل العملي، الدليل القاطع، ان انت عندك صدق نيه في انك تحفظ القران وتتعلم العلم. دعاء يقوي، يعني يقوي الذاكره ويفتح القريحه ويزيد الفقه، فكنز عظيم من كنوز السنه. بالصلاه دي تبقى مع النبيين في الفردوس الاعلى ان شاء الله، مع حمله القران حتى بصدق النيه، وهتجرب وهتشوف. فانا هكتب لكم الكلام ده، انسخوا هذا الكلام وانشروه. كل قولي هذا، استغفر الله.